معايا سندوتشات شاورما النهارده للاطفال الحلوين اللي هم ممكن يعترضوا على الفراخ مش حابينها. احنا لازم نتعدد الاذواق والطعم على السفره، ونحط ده هنا عشان هنعمل شاورما. معايا مقادير دلوقتي حاجتين استاذ رحاب بعد اذنك، مقادير الشاورما ومقادير البطاطس المشويه اللي هنشويها مع الشاورما. المقادير على الشاشه بسيطه وسهله. حلو الكلام. شاورما لحم شرايح متقطع، بتاخد زبادي، وبعد ما بتاخد الزبادي بنحط عليها شويه زيت وشويه عصير ليمون. حلو الكلام. والبهارات بتاعتنا حبهان وقرفه وقرنفل وجوزه الطيب، ده للشاورما. وفي الاخر بندخلها الفرن بعد ما بتاخد الصدمه الناريه على عين البوتاجاز. حلو الكلام. هنشتغل في الاثنين دول مع بعض عشان نكسب وقتنا، لان الوقت في برنامج اكله امي على شاشه القناه الاولى وقتها من ذهب كالسيف، ان لم تقطعه ما فطرناش. تبدا اول حاجه طبعا هندخل البطاطس دي في الفرن، فنتبلها مع بعض بسرعه كده. شويه زعتر حلوين معايا اهوت، ده زعتر بري طازه مع البطاطس دي حكايه. نعم. سؤال على السوشيال ميديا، حلو قوي متابعتنا للسوشيال ميديا، بيقول لك ايه؟ لما بدخل البطاطس المشويه في الفرن بعد التتبيله بلاقي التتبيله في قلب الصينيه والبطاطس طالعه ما خدتش من التتبيله، ايه السر؟ وازاي اعملها زي المحلات؟ هقول لك حالا دلوقتي. شوف التريكايه دي. هنحط شويه الفلفل، شويه الملح، عندك توم باودر، بصل باودر حطي، البطاطس دي بتحب النوعيه دي من التوابل. علشان مش عشان حاجه، عشان ياكلوها الاولاد بطعم بره، ادي الفكره كلها. ولكن لو حطيتي توم طازه افضل. خلي بالك. بعد ما حطينا التوابل دي على زيت الزيتون بنحط يا عم الشيف التركايه بتاعتك مع معلقه دي. الله عليك، اهي هي دي السر، هي دي التركايه اهي. بس خلاص. حلو الكلام. ونحط زيت الزيتون عليها او زيت عادي خالص، ونقلب الخليط ده كله مع بعضه ونسقطه على البطاطس. تاني بقى السر هنا والتركيه ايه عشان اخواننا وحبايبي على السوشيال ميديا؟ زيت زيتون، بهارات، توم باودر، بصل باودر اللي انت حباه، كل ده مع بعضه اهي. الخلطه دي مهمه جدا اهي اهي. زعتر بري اهي. ما لقيتيش زعتر بري، في زعتر يابس اللي هو المطحون اللي هو في الملاحه بيتباع. وناخد الخليط ده كده. السر في معلقه الدقيق اللي انا حطيتها على الخليط ده، هو اللي هيعمل عمليه التماسك، وهو التوبنج بتاع البطاطس المشويه. درجه حراره الفرن عندي 180. لاحظت حاجه انا يا ست الكل؟ ان انا استغليت الوقت على الزهره بتاعتي او جريلا بتاعتي تسخن، عملت ايه؟ تبلت البطاطس وحطيتها في الفرن. مش هقعد جنب الطاسه بقى وحاطط ايدي على خدي علشان تسخن وبعدين، لا خالص، استغليت الوقت. بطاطس اهيت بعد التقليبه دي كده، وتجيب البطاطس الصغيره دي بتتباع في المحلات. ما لقيتيش، هات البطاطس اللي انت عاجباها اللي تعجبك يعني، وتغسليها كويس بالقشره بتاعتها زي ما احنا عاملين كده، وتقطعها بالشكل ده كده، وتدخلها الفرن في درجه حراره 180. اللهم صل على النبي. ما تبص على الفراخ بالمره طالما احنا جينا عند الفرن، ايه رايك؟ يلا يلا بينا. يلا صلي على الحبيب قلبك يطيب. فوق وتحت، حبه فوق وحبه تحت. بطاطس مشويه بلونجير مع فراخ مشويه بتتبيله خاصه. هندخل كده ونقفل الفرن. حلو الكلام. نرجع للشاورما بتاعتنا نتبلها سريعا. لحم شرايح، كندوز، بتلو، زي ما انت عايزه. هات اللحمه اللي انت حباها، قطعها شرايح زي الكبده الاسكندراني. حلو الكلام. ونتبلها مع بعض سريعا. ادي اللحمه، وعندنا عيش صاج، خبز الشراك، مسميات بتاعته بقى فين؟ في كل الدول. خبز بر، خبز اسمر، دي المسميات بتاعته. من اساسيات تتبيله الشاورما يا مغازي الزبادي، علل ولماذا؟ لان بيخلي لك الشاورما طريه بعد ما بتستوي. شويه زعتر حلوين مش هيقولوا لا، بصلايه مفرومه ناعم مش هتقول لا، معلقه فلفله حلوه،
حلو الكلام. كل دول مع بعض. بهاراتنا ملح وفلفل، حبهان ده اساسي، مسبار ده اساسي، والملح بتاعنا كل ده على الشاورما. ولكن ما نستغناش عن الزبادي، ده مهم جدا. سواء شاورمة الفراخ سواء شاورمة اللحمة. تبلنا الشاورما بتاعتنا، بنحط لها شوية الزيت الحلوين علشان تاخد لون بسرعة. وأقول لك على تركية دلوقتي سريعة كده وأنت معايا، هتدعي لي دعوة حلوة في رمضان تفتح الأبواب. إيه يا عم الشيف الدعوة؟ أو اللي هتدعي لك ليه؟ حلو الكلام. الشاورما دي عايزة تحمر بسرعة وتاخد لون بسرعة، وأخلص منها وأدخلها الفرن وأفضي الدنيا على البوتاجاز بتاعي، لأن عندي عزومة النهاردة والبوتاجاز بتاعي أربع عيون. هشوي فراخ عليه ولا هشوي شاورما ولا هعمل سمبوسة ولا هعمل كنافة؟ قول لي بالظبط يعني نعمل ايه. التركية بسرعة قبل ما انسى، الزبدة اللي انا حطيتها دي يا اخوانا في قلب الطاسة قبل ما انزل بالشاورما دي مهمة جدا، محدش هيقولك عليها غيري. شفت الشاورما نازلة اتحمرت قبل ما تنزل من الطاسة. تاخد لون يا مغازي. اللهم صل على النبي. خلصت الشاورما، واسيبها على النار تعيش مع نفسها لغايه لما البهريز والصوص ده ينشف، ادخلها الفرن. كمان خلصنا من الشاورما. اول باول كده مطبخك يبقى رايق، لان انت عامله عزومه النهارده، هتلاقي على راسك وانت واقفه في المطبخ صاحبتك في الشغل، صديقتك في العمل، جارتك اللي انت عازماها، كلكم وحماتك تلاقيها جايه بدري عشان تساعدك وتبين لابنها ان هي دخلت المطبخ عملت الاكل معاكي. كل اللي هتقولي لها يا حماتي ربنا يديك الصحه المصليه على ايدك اليمين وانت داخله، صلي وادعي لي، لان معايا الشيف المغازي في المطبخ بعد ربنا. ادي الشاورما على النار بتستوي، بطاطس المشويه جاهزه اهي، والسمبوسه في الزيت بتتحمر. اللهم صل على النبي. حلو، يلا نشوف البطاطس اخبارها ايه، اخبار السمبوسه. اللهم صل على النبي، عينك على كل حاجه يا اختي وانت واقفه في المطبخ كده، احنا مش هيملى حاجه تتحرق مننا. وادي البطاطس عايزه لون شويه، مفيش مشكله، دي بتاعتك، بس هي مستويه والحمد لله، لان البطاطس صغيره ما تاخدش وقت كتير في السوا. حلو الكلام، برزنتيشن سريع كده واحنا مع بعض. الطماطم الشير الحلوه دي كده اهي، نروق عليها كده هنا. هو ده هو ده هو ده. كيس طماطم لقيتها في سكتي كده عامل 5 جنيه ومش عارف 10 جنيه. بس خلت السفره ايه بتضحك، ما انت عامله سفره بقى وعامله يعني طبليه حلوه كده ولما، فلازم البرزنتيشن مطلوب والعين بتاكل. حلو، السمبوسه اخبارها ايه؟ اللهم صل على النبي.